لما نيجي نشوف في الاطفال والاولاد الصغيرين لقينا دلوقتي ان نسبه السمنه بقت عاليه جدا ومعدلات السمنه بقت مرتفعه واضعاف ما كان عليه من 10 سنين او من 20 سنه فاتوا. نيجي نشوف الاسباب الاساسيه ورا حاجه زي كده، هنلاقي عندنا سببين اساسيين. اول سبب هو كثره ساعات المشاهده بتاعت التلفزيون او الموبايلات او السكرين تايم بشكل عام. الولاد بيقعدوا كتير قدام التلفزيون، بيقعد كتير قدام الموبايل، بيقعد كتير قدام اللابتوب، عاوزين نريح دماغنا منهم، عاوزين نخليهم يبطلوا دوشه، فاديله الموبايل يفضل قاعد عليه بالساعات. فالولد قاعد على الموبايل او البنت قاعده على الموبايل عاوز ياكل، هيجي ياكل وهو بيتفرج على الموبايل او بيتفرج على الشاشه، مش هيتحكم في كم الاكل اللي هو هياكله او مش هيبقى مركز في كم الاكل اللي هو هياكله. فده بيساعد او بيخلي الولد ياكل بكميات كبيره، وكميات الاكل الكبيره مره على مره هتخلي الولد يخش في مود السمنه وزياده الوزن. تاني حاجه ومن اهم مسببات السمنه في الاطفال هي قله المجهود البدني وقله الرياضه والنشاط البدني. مين دلوقتي بيخلي ابنه يروح يلعب رياضه بانتظام او بنته تقعد تلعب رياضه بانتظام وبيشجعها على الرياضه؟ نصيحتي ايه بالنسبه للاطفال اللي بيعانوا من السمنه؟ نصيحتي في جملتين. اول حاجه السكرين تايم لا يتعدى الساعتين في اليوم، ساعتين ده رقم كبير مش قليل، نوزعهم شويه الصبح شويه في نص اليوم شويه بالليل، على الاكثر يكون ساعتين قدام الموبايل او التلفزيون او ايا كان نوع الشاشه اللي هيتفرج عليها. تاني حاجه لازم يكون في ساعه يوميا في حياه الطفل او البنت تكون فيها رياضه، فيها مجهود بدني، حتى لو المجهود البدني ده هيكون لعب في البيت، ولكن دايما لو هنشجع الولد او البنت اللي هم يروحوا يمارسوا رياضه في اي مكان ده هيكون شيء ممتاز ليه.